مرة أخرى رسالة واضحة، منظومة الحكم ولا هيئة الانتخابات اللي معمل علينا باش نتعب ومناش باش نتعب، لنا كله ولا النمل، ونجد أنفسنا مرة أخرى واقفين في وقفة غضب ووقفة احتجاج ضد هيئة تريد أن تصبح وزارة إعلام، ضد هيئة تسببت بفضل شكاياتها بسجن سياسيين مرشحي الانتخابات صحفيين، وأصبحت للأسف الشديد هذه الهيئة مزرعة خاصة في يد القائمين عليه. هي هيئة انتخابات، ما هيش هيئة قضائية أو مكتب محاماة. والأخطر أنه كل مقال، كل عمل صحفي يصبح بموجبه الصحفي في محل تتبع قضائي، على خلفية نقد، على خلفية صورة لا تعجب المسؤول، وعلى خلفية جملة أو على خلفية تعليق. الهيئة نصبت روحها اليوم هيئة كل شيء، هيئة الانتخابات، هيئة الإعلام، هيئة الأخلاق الحميدة، وهيئة كل شيء والقضاء. وفي قناعتنا أن ما تقوم به الهيئة هو تعفين لما تبقى من هذا المسار الانتخابي، هذا إن وجد. وبالتالي مرة أخرى زميلات وزملاء، دعوة إلى أكثر من التضامن. هذا ما هو إلا مفتتح للأسف الشديد لسلسلة من الاحتجاجات، وجيد. وكما سبق وذكرنا، رانا ماناش باش نكلوا، وماناش باش نملوا، وماناش باش نولوا. واللي معمل على تعبنا، واللي معمل على الهرسلة اليومية للصحفيين، واللي معمل على الضغط الذي يمارس يوميا باسم القانون الانتخابي وباسم الولاية العامة للانتخابات، قلنا له وسنقول نحن نرفض هذا التمشي، وسنفرض سياسة الأمر الواقع مثل ما فرض علينا أمر واقع مكروه، سنفرض أمرا واقعا محمودا لدينا. ماناش قصر كقطاع باش هيئة الانتخابات تحكم فينا وتقيد، هذا خطأ مهني، هذا ماهوش خطأ مهني، هذا يستوجب وهذا لا يستوجب. لا الهيئة، لا القائمين عليها، ولا للأسف الشديد بعض الزملاء أو بعض من خلناهم زملاء قائمين على مرصد رقابة للصحفيين ومش مرصد ملاحظة متاع هيئة الانتخابات. وبالتالي كان اليوم كل اليوم كل الأمل أنه نكونوا ملتصقين بالناس، نخدموا خدمتنا كما جرت العادة، نجد أنفسنا في وقفة احتجاجية، وسيستمر الاحتجاج، هذا ما نؤكده لهيئة الانتخابات بقضائكم، بقضاء التعليمات الحاصل حاليا، بسلطتكم القانونية والفاقدة لأي مشروعية بالنسبة لنا. سنفرض عليكم أمرا واقعا مثل ما فرضتوهم علي، وما تخافوش زملاء، ما دايما الحد، راي والله لا دايما الحد، ما تخافوش. وباش تبقى النقابة، وباش تبقى قطاع الصحافة، وباش تبقوا الصحفيين، وكل منظومات الحكم المتعاقبة هي نفس المنظومة تقريبا بوجوه مختلفة. وبالتالي خبرناهم وخبرونا، واختبروا صبرنا، واختبروا نضالاتنا، ومن كما قلت عندهم ثقافة ان احنا باش نتعبوا زملاء، وباش يجوهم شوية بزوز من الناس باش نعملوا وقفة، بشخص وحيد باش نبلغوا رسالتنا، بشطر عبد باش نبلغوا رسالتنا، وباش نبقوا نعاركوا على الكلمة الحرة، باش نبقوا نعاركوا على الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة، يتعاملوا فيها كل المترشحين على نفس المساواة، فما شخص فرض وشخص سنة، مرشح فرض ومرشح سنة، والسلطة السياسية القائمة حاليا استنفعت بمناخ الحريات ورفضته على غير. لهنا نقول لهم مش على كيفكم. الهيئة ترفض كل اجتهاد مهني، وبالرغم من ذلك سنفرض الأمر الواقع. وين باش ترصي زملاء نقول لكم ما تخافوش، وين ترصي ترصي ما نخافوش. والمطلوب الآن أكثر من التضامن، التضامن وحده ما يكفيش، وأبطال رسالة لأبطال الديجيتال اللي يوجعونا روسنا وصدعونا روسنا بنضالهم الإلكتروني وبحملات التشويه وحملات التشكيك، لا لشيء، لأننا نتبنى خطابه، سنتبنى خطاب خاص بنا
مناش قصه، وسنظل نكافح لاجل الكلمه الحره، ابى من ابى وشاء من شاء. الحريه الحريه للصحافه التونسيه، الحريه الحريه للصحافه.